اهلا ومرحبا بكم الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم كنشكر البنات كلهم اللي كيسولوا فيا، اللي كيخليوا لي التعاليق، كنشكركم على الدعوات. البنات اللي كيتصلوا بيا في الخاص، في الماسنجر، في الفيسبوك، في التيك توك، اللي متبعيني، شكرا لكم بزاف على الدعوات ديالكم. شكرا شكرا شكرا. المهم ما ننساكمش كل مره، خصني نقول لكم هذه الجمله هذه. مهم، اخر فيديو لقيت التفاعل ديالكم بزاف وقلت ما خصنيش نغبر، نحاول نرجع مره سورتو ملي نحس براسي شويه. المهم غتلاحظوا بانني كنهج، سوي اي سوفلي، سي نورمال، تعب والعياء ديال الحمل، وهاد الشهور الاخر كلهم تيكونوا هكا ابارامون، وما كنعش مزيان. المهم هذا ماشي هو الهدف ديال الفيديو. الهدف ديال الفيديو كما غتشوفوا في العنوان، جيت باش نشارك معكم بعض المشتريات اللي درت البيبي ان شاء الله، الله يجيبها على خير، الحويجات ديال البنيته اللي خديت. خصكم تعرفوا بان دابا في فرنسا كاينه السولد حتى لا فان دو موا، وقبل السولد كانوا دي فونت بريفي. انا قبل السولد ما كنتش عارفه لو سيكس ديال لو بيبي، مي كانوا كنت حاطه عيني على بزاف ديال الحاجات، وكنت بديت كنشري شي حاجه ميكس. ومن بعد فاش بدا السولد اوفيسيالمون فوق ما كنت كنخرج، هادشي اللي غادي نوريكم. الفيديو ما غاديش تقدني الصراحه، كنظن غنديرها على جوج ولا ثلاثه ديال المرات. نبدا لكم بعدا بالحوايج اللي هما شريتهم في الاول. شريت داكشي ديال لا شومبر، مي باقا الصراحه دابا راني في لا شومبر ديال بيبي ان شاء الله، اللي غادي تكون شومبر خاصه بها، الله يجيبها على خير يا ربي. مي باقا ما ركبنا حتى شي حاجه من غير لا طابلا لونج، هي مورايا حاطه فيها هادشي. لحقاش غادي نديرو نعاودو الغوفيتمون ديال لو سول. لو سول ملي رحلت ما كانش عاجبني هاد لا شومبر، كنا كنحطو فيها الحويجات ديالي انا وامير، داير فيها البلاكار، داير البيرو ديالو. مي دابا غادي نحتاجوها بوغ بيبي، خوينا كلشي صراحه داري كلها مرونه، ومع العلم اننا غادي نرحلو، يعني كنتسناو نشوفو شي دويره هكا ولا هادي اللي توالمنا من ناحيه ديال الثمن ومن ناحيه ديال الموقع، بزاف ديال الحوايج. دونك الرحيل ما غاديش يكون تو دو سويت، دونك ضروري ما كان خاصني نصلح شويه في لا شومبر. امير الشمس، ناس كنت كنصور والشمس سبحان الله، هاد اوروبا الجو فيها بالشكل، حنا عندنا الشتا، المغرب فيه الصد. حتى اليوم عاد صبح شويه الجو زوين، قلت غادي نصور. فوق ما كنبغي نصور تيكون الحال رمادي، ما كاين ما تصور فيه، وكيقنط وما كيخلي ما كيبوستينيش باش نوض وندير ان ايفور ونقاد حالتي وندير اون فيديو. المهم ما عليناش، قبلوا عليا على الاضاءه، ما عرفت الشمس، ما عرفت كيفاش ندير. المهم البنات قلت لكم لا شومبر ما غادي نشرح له تو دو سويت، يعني باقا ما لقينا شي حاجه، فكان من الضروري اننا نقادوها. امير عاود ليها الصباغه، ولو سول شرينا واحد لولينو، وان شاء الله غادي نشارك معكم من نقاد لا شومبر بطبيعه الحال، لان بزاف البنات طلبوني المشتريات ا بوتي بري. وكما قلت لكم غادي نبدا اليوم كنغبر عليكم، وملي كنبان كتولي فيا الهضره بزاف، كنولي برواله. المهم اليوم ان شاء الله نشارك معكم الحويجات، كنتمنى يعجبكم الذوق ديالي، و اون اوتر فوا غنشارك معكم لي سوان وداكشي ديال الرضاعه وهذا، و اون اوتر فوا غادي نشارك معكم ان شاء الله لا شومبر بلي موبل كلشي. فوالا دونك راني اون بلان اشا، لان هاد 3 ديرني موا ما بقاش الوقت، خصني نسالي باش نرتاح ونوجد لا فاليز ديال لا ماتيرنيتي اي تو سا. وقبل ما ندوز ان شاء الله اي وحده حامله الله يفكها على خير، الله يسهل الولاده ديالها، ادعيو معايا باش ندعي معكم حتى انا، وكذلك اللي باقا ربي ما رزقهاش اي مشتاقه. انا كنقول مشتاقه كنتجنب داك نقول محرومه، لان ماشي حرمان، ربي سبحانه وتعالى ما كيعطل علينا شي حاجه الا وكاين حكمه فيها. وكنقول لكم دائما شوفوا ليكزامبل ديالي، راه بزاف البنات فرحوا معايا وكيصيفطوا لي الميساجات كيقولوا لنا عطيتينا امال هذه. المهم دابا الشرجم اللي تسد، دونك الله يرزقكم ان شاء الله في اقرب وقت يوقع لكم كما وقع لي انا، تكونوا ما معولينش تهبط عليكم من السما ما تعرفوا كيفاش جات. يا ربي يفرحكم يا ربي، وغادي ندعي معكم ان شاء الله في الولاده، غير دعيو معايا تفك بخير وعلى خير. راني بديت كتشدني الخلعه، خصوصا هاد الايامات ما كناش وكيشدني شي وجاع، ومهم الثقل وداك الشيء راكم عارفين. المهم نساليو من الهضره، ندوز ديريكتومون نوريكم الحويجات اللي شريت. انا عندي هاد لي باني هادو، كنت خديتهم من ايكيا باش مشيت شريت لا شومبر، زوينين الصراحه وعمليين، غادي نديرهم ان شاء الله في لاغم فوق لاغموار، هما اللي دايره دابا فيهم الحوايج. دونك اي حاجه دوزتها انا ما قديتهمش، حيت ما شارياش غير النيسونس، شريت حتى ديال عام البنات، لان كانوا شي حويجات عجبوني، وراكم عارفين اول بيبي كتكونوا متحمسين وهذا، فاللي دوزتها ان شاء الله غادي نحطها في هذه اللي باقا خاويه. دونك اول حاجه البنات بالنسبه لا نيسونس،
انا خديت زيرو، ما خصكمش غير تكثروا، حيت بزاف كيقول لك الوليدات دغيا كيكبروا، وهي الصراحه على حساب كل بيبي. كاين اللي دغيا كيكبر وتبارك الله كيعمر وهذا، وكاين اللي كيكون قليول، كل واحد على حساب. انا الفكره اللي ما عجبانيش هي انني ما نشريش نهائيا لا نيسونس، والبيبي ديالي اولا بنيته ديالي ملي تجي ان شاء الله الحوايج داكشي كيبقى راك ما عارفين كيبقى مدلدل ما كيجيش زوين، يعني بغيت ندير ليها كاتسيورات وداكشي ان شاء الله يا ربي. فقلت ضروري ما غادي ناخذ زيرو، سورتو ان في لي سولد كانوا لي بري فريمون زوينين، يعني ما واخا نشريهم ما تلبسهمش بزاف ماشي مشكل. دونك في جيمو البنات الصراحه عندهم الحويجات زوينين. انا في الفتره ديال الكوفيد الاولى كنت دوز 16 ديالي عندهم، وكنت كنقول ان شاء الله ربي الا عطاني وليد ولا بنيته غنجي نتقدى ليهم من هنا. كيعجبوني لي زونسومبل عندهم، البيجامات كلشي دو كاليتي، والثمن ديالهم الصراحه مزيان. البيبي ما كيحتاجش سورتو في الشهور الاولى انكم تشريو لهم شي حاجه غاليه وهذا، لان دغيا كيكبروا. دونك الاثمنه مناسبه والكاليتي ديالهم زوينه بزاف. دونك اول حاجه هنا من جيمو خديت هاد لي غرونوييغ اللي كيكونوا هكا فيهم التقشرات ديالهم وكل شيء. هادو كانوا ان اشتين دوزيام ا موا 50%، راه غتشوفوها هي كاينه هنايا. الصراحه خديت شي 6 ولا 7 يعني باش نبدل باش نتوسخ الحاجه عاوتاني، نديروا الدوره ديال لا ماشين. دونك هادي خديت هاد الاولى، هادي الشكل ديالها زويون. دونك نورمالمون هما هادو كيديروا 9 اورو 99 يعني 10 اورو، ولا دوزيام غتكون 5 اورو. دونك غادي نوريك كاع الموديلات اللي خديت ديال جيفي. كما قلت لكم البنات هادو اللي كنوريكم سي دي زيرو موا يعني ديال نيسونس. شوف هادي شحال زوينه، والتوب ديالهم رطيب. انا خديت بزاف، المهم في المكازا هنا كنلقاو الغوص سومون البيض. دونك شوفوا كيفاش دايره البنات، زوينه فيها هاد الغونار هذا، سي دو زيرو موا في نفس الستيل عاوتاني. هاد الشكل هذا فيه القليبات حتى هو حمقني. هادو البنات كومونديتهم سوغ انترنيت، يعني ما مشيتش للمكازا لان لي طاي كانوا سوغ انترنيت اكثر من المكازا، فكومونديتهم ولا غدلي وصلوني للمكازا مشيت خديتهم ما خلصتش لا ليفريزون. دونك توجور ان اشتي ان موان 50%، وحتى هذا سي دو زيرو موا. كاينه هادي كولور سومون حتى هي عجبتني بزاف، في هاد لي موتيف هادو زيرو موا. كما كتعرفوا البيبي في الاول يعني ما تحتاجش ديروا له دي زونسومبل، هادو كيكونوا عمليين ما كيقنطوش، وسورتو اللي فيهم براتيك انهم تيتحلوا من هنايا. دونك هاد القضيه هادي خصكم تردوا بالكم منها. كاينه هادي عاوتاني، هادي بيضه وفيها دي بتيت بالين في سومون ماشي غوز، شحال زوينه البنات. هادي التوب ديالها رطيطه، شوفوا لي هادي شحال غزاله البنات، دائما من جيمو حتى هي كتحل من هنا، مكتوبه فيها ميني برينسيس هكا بهاد الغوص سومون و لو بلون. هادي رطيطه البنات، هذا سي دو فولو ولا الكوتون، المهم الكاليتي ديالهم زوينه البنات. كنصحكم انكم تقداو من عند جيمو. عندي الحويجات كما قلت لكم مخلطين ما وجدتهمش قبل، الا عاود طحت في شي بيجامه وحده اخرى اولا غونويه غادي نوريها لكم. اهم الحوايج عاوتاني اللي كيخص البيبي في لا نيسونس هما لي بودي. انا غنولد ان شاء الله في البرد، يعني ما خديتش دومي مونش، خديت هكا بالكميمات. صراحه زوينين حتى هما من جيمو، كانوا 3 اتش تي و 3 ا موان 50%، وفرانشمون كان الثمن جد مغري. دونك انا مازال يعني هادشي ضروري بطبيعه الحال من بعد غيتصبل. دونك خديت هذا الموتيف هذا فيه هكا لي نواج، هذا في هذا اللون هذا في الموطار، وهذا فيه هكا هاد السحابه مكتوبه فيه لا تيت دون لي زيتوال. هذا هو لولو الثاني البنات اللي كان موان 50%، هذا فيه لوف لوف مام في الكري، وكاينه هاد لو بلو هذا فيه هاد لي بيتي كور في البيض وفي في الاحمر، وهاد لو غوز هذا اللي مكتوبه فيه ماما. صراحه انا عجبوني كلهم كما قلت لكم عندهم لي مونش. كاينه هاد لونسومبل هذا لقيتو في كيابي فريمون، كان هنا داير لو 8 اورو، يمكن خديته ب 3 اورو ولا 4 اورو حسب كيابي، داير موان 70%. دونك فيه هكا السريويل وفيه البودي ديالو اللي كيتسد من التحت، وفيه الطريبيش هذا وقيله بشي 3 اورو البنات، سي دو زيرو موا هكا في الكري، وفيه لي زيتوال. شوفوا لي هاد الجيلي البنات، هادو كيطلبوهم في لا نيسونس في لا ماتيرنيتي اب. هذا خديته من لا على البنات، كان داير 13 اورو و 99، خديته موان 50% يعني على 7 اورو 6 اورو وكلك، مقطن وزوين فيه كيتحل من هنا يعني براتيك، وهاد العقيدات ديالو بحال فيه وريضات هنايا وسخيخن. قول لي البنات هاد الفيديو ما عرفتش اذا
كيفاش غادي تجي. الصراحة إلا جات مظلمة ما غاديش نبوستيها، مي على الله ما فيا ما نعاود. جيلي واحد اخر البنات، هذا هكا شويه بحال الصوف، الصوف حتى هو من لا لا حتى هما عندهم حويجات فنين ديال لي بيبي موان 50%، يعني جي بروفيتي فريمون في لي سولد وكان داير 9 اورو 99، يعني ميم با 5 اورو. زويون هذا دو نيسونس كذلك، لان كيقول لك مع البرد وهذا لو بيبي كيكون متعود على الحراره ديال الجسم ملي تيكون في لو كور ديال لا ماما، فمن الاحسن انكم منين تزاد تلبسوه مزيان. دونك اون بليس دو بيجاما ولا هذا كيديروا له هذا في لا نيسونس. الاموا هذا خديته من كيابيا البنات، هذا ديال اموا موان 50% في الغوز، توب ديالو زوين كان داير 6 اورو، دونك خديته ب 3 اورو. دابا حاليا كيابي اللي عندها اللي حامله اولا عندها الوليدات الصغار، الصراحه كتجيني الكاليتي ديال الحوايج ديال لي بيبي احسن من ديال لي زادولت. 3 اورو البنات، الانسان لا شي يحرم راسو ومي يعني هكا ما يلبش البيبي يلاه تزاد، واخا يكبر يلبسو غير مره ماشي مشكل. هادي بيجاما واحده اخرى البنات، هادي بحال المبرة، هادي كتحل من اللور حتى هي بخاتيك، مكتوبه فيها فاني بيبي هكا هاد الغوز بيبي ولا غوز بارد، كانت دايره 4 اورو، ماشي يبان لكم الثمن، وداير ليها موان 60%، خلصتها ب 1 اورو وكيلك. زويونه. دونك انا باقا ما شريتش بزاف ان موا، دز ديريكتومون 3 موا، مي باقي غناخد غير لي بودي في ان موا. ندوزو لمكازان واحد اخر اللي كذلك خديت درت عندهم لي سولد بوغ بيبي، واللي حمقتني الكاليتي ديال لي برودوي ديالهم البنات، اللي هو سيا، مكازان سيا. انا ما كانش عندي فين كنسكن، مي جي كوموندي اون لين، وكانوا دايرين زعما دي زونسومبل و دي بيجاما دي زونسومبل ا ميم با 7 اورو. صراحه عجبتني الكاليتي، يعني باقي غادي نزيد نتقدم من عندهم، غادي نوريكم لونسومبل كامل كيفاش داير. دونك هادشي عندي مرون، كناخذ الوقت باش نلقى لونسومبل الكامل، اون بليس دو سا ما عنديش لي سانتر باقا ما شريتهمش. دونك شوفوا لي هاد لوو كيفاش داير، هكا الكاليتي ديالهم واعره. هادي من 3 شهور 9 موا، من 3 شهور 9 شهور، والسريويل ديالو و البوندانا اللي كيجي معاه، هادي ميم با 7 اورو البنات. هاد لونسومبل هذا كاين، هاد لونسومبل هذا السريويل هكا الاستيك زويون مقطن هكا فيه نقيطات بالخضر، و لو او هادي لا كوليكسيون ديزني ديال سيا، فن البنات هكا فهاد الخضيضر هذا، وفيه هنايا ميني هذا حتى هو 3 9 موا جوبونس، لا تاي 68، عندهم لي تاي اوروبيان. هذا ما عقلتش واش عنده البوندانا ولا لا، مي عجبني بزاف هاد لونسومبل هذا. توجور في سيا عجبني هاد لونسومبل هذا، ميم با 7 اورو جوبونس 6 اورو 99، لا كوليكسيون ديزني توجور، كان هو نورمالمون كيدير 12 اورو 99 حتى الاخرين، مي كانوا تقريبا موان 50%. والسريويل ديالها فن هذا البنات، حمقني حتى هو هكا فهاد هاد الغوز هذا. كاينه هاد لونسومبل هذا ليغينغ هكا، ما عقلتش واش هذا ولا هذا اللي غادي مع هاد لونسومبل، حيت عندي حاجه اخرى عاوتاني في الصفيفر. دونك كاين ليغينغ هكا، وهنايا فيه ميني بودي كيتسد من التحت، وعندو الطريبيش ديالو في هاد اللعيبات هادو ديال الميني، الا لقيتو غادي نوريه لكم. عندي كلشي مرونه البنات، دونك سوا هذا سوا هذا اللي كيمشي معاه، مي جوبونس كو هذا هو اللي غادي معاه. هذا البنات باغ كونط من H&M، هاد لو بودي هذا هكا فيه لاركونسيال و ليغينغ ديالو اونصومبل. اونصومبل اخر من عند H&M اللي عجبوني بزاف، كوليكسيون ديزني، سريويل هكا فيه ميني، و لو او البودي هكا كيجي فيه مخشي لداخل هكا، والطريبيش هذا هو اللي قلت لكم البنات، غير الاخر فيه هاد البابيون في لو جون، هادو كيجيو زويونين. ما عرفتش فين هو دابا، عندي مبربج مع الحوايج الاخرين. لونسومبل البنات كان داير 7 اورو 0 موا، عاوتاني انا كنقلب وباقي كنكتشف داكشي اللي شريت. هادو ديال جيمو، هادي 6 موا، يعني عندهم دخلوا لي طاي كبارين اللي لقيت، سي دي كود كور، يعني هذا كان موان 50% نورمالمون بري ديالو 12 اورو خديته ب 6 اورو. زوينه هكا التوب ديالها زوين، الشمس خلينا نصورو. دونك هكا فيها قطيطات، هذا سي دو 3 موا، كان في لي فونت بريفي عند لا هال موان 50%، نورمالمون كيدير 15 اورو خديته موان 50%.
زوين بزاف وسخيخن، الكاليتي ديالو غزاله. عاد هاد الموتيف اللي فيه هنايا حمقني 1 او 2 اورو هكا بالكميمات. الويل هذا كان داير 7 اورو، فيه هكا هاد البتي لابان جو بونس، عجبني بزاف وكان موان 50%، يعني سقام عليا ب 3 اورو جو بونس. زوين هذا من عند لاال. هادي نفس البيجامه اللي وليتكم من قبل، مي هادي سي دو 1 موا، خديتها ب 1 اورو وكلك من كيابي. وحده خديتها من لاال وحده من كيابي 3 موا. هاد السالوبات هادي عجبتني بزاف عند كيابي، كانت دايره 12 اورو داير ليها موان 70%. الكاليتي ديالها غزاله هكا مع ان بودي ولا تيشيرت ولا، زوينه هكا فهاد الغوز. غادي لو بان دابا خديت غير واحد، باقي غندزي شي واحد ولا جوج. هذا خديته من سيا، كيجي هكا كديروا الرويز ديال البيبي هنايا وكتلويه في الفوطة عادي. ان اوتر تيشيرت هذا 3 موا، حتى هو ب 2 كان ب 2.99 اورو. هذا من لاال. الشيء اللي غنوريكم الاغلبيه سي دو 9 حتى ل 1 عام، دونك هادو شريتهم لان الثمن ديالهم كان زوين. بحال هاد لاغوب هادي موان 30% بالتقشرات ديالها، لا مارك كريكس عند عند لاال موان 30%، وهي نورمالمون كدير كنقول لكم الاثمنه غير باش تشوفوا، كدير 15.99 اورو. دونك عجبتني بزاف الكاليتي ديالها ديال الجين. هادي سي دو 18 موا بلوتو، هادي كاع هي الكبيره فيهم، دايره بحال هكا التقشرات ديالها. 12 موا مع عند كيابي، تريكو زوين وسخيخين واللون ديالو حمقني، كان داير 8 اورو داير ليه موان 40%. بيجاما يمكن هادي ديال العام عام ديال هاري بوتر، فيها الغوز غوز وهاد البلو هذا. ستريويل هكا قلوب، ستريويل داير بحال هكا، ولو هو هذا ديال هاري بوتر. هادي نورمالمون كدير 14.99 اورو، خديتها موان 50%، عجبتني. لقيت هادو في لاال جو بونس كو سي دي 6 موا هكا جوج بارلو. هادي وهادي فيها دي سوريز كتبوا فيها 3 مليون ما شيري. ان مونتو 3 موا لقيتو في كيابي، كان غير في الزرق وفهاد اللون، عجبني هاد اللون هذا مبطن والكاليتي ديالو غزاله. فيها الديتاي ديال السلسله بالغوز هكا بالقبيل ديالو. وهذا سي دي 6 موا ماشي 3 موا، كانوا دايرين ليه موان 70%، داكشي علاش خديتو بثمن جد جد مغري، ونورمالمون كيدير 18 اورو. هاد لو مونتو هذا هكا فيه الحزيمات هنايا حمقني، كلهم طاي كبارين. دونك لقيت هاد لاغوب في كيابي موان 50% ديال التين هكا مدرعه، ومعها لا كولوت ديالها حمقاتني البنات، كانت دايره 12 اورو موان 50%، 6 اورو هاد لونسومبل 6 اورو غزاله. اونسومبل واحد اخر اون روب في هاد اللون هذا، هاد اللون عجبني بزاف. ها نتوما البنات هكا اون روب سالوبيت دايره بحال هكا، وحتى هي معها لا كولوت ديالها لاصقه فيها، 12 اورو موان 50% يعني 6 اورو. عجبتني بزاف الكاليتي ديال هادي. هادي من كيابي، كيابي دائما هاد لونسومبل هذا هذا بالبودي، هذا التيشيرت ديالو، وهذا سخيخن عجبني اللون ديالو هكا سولوبيت. هذا موان 70%، تخيلوا البنات كان داير 18 اورو، ما كنتش نقدر نخرج من المغازا بلا ما نشريه. هادي اون سولد حتى هي عجبتني سخيخنه. نورمالمون خصني نشري اون كومبي بيلوت كيطلبوها في لا ماتيرنيتي، باقا ما خديتهاش، شني وحده ديال لا نيسونس. هادي تقريبا بحال اون كومبي بيلوت، كتحل من اللور وسخونه البنات هكا. هادي 9 موا 9 موا، كانت دايره موان 70%، وتخيلوا كانت دايره 13 اورو البنات، يعني تقامت فريمون با شير. طوم لا تكونوا شفتوه في لا فيديو اولا في الصوره اللي حطيت في انستغرام، فيه الشوكولا خصو يتصبن. دونك اونسومبل هذا عجبني، خديته من لاال 9 اورو، كان حتى هو اون برومو بهكا ديالو بلا شميز ديالو، زوين بزاف. هذا سي دي 6 موا اولا 9 موا، عجبوني هاد لي كولوت من بعد هكا، هاد اللوين هذا باغ لو وهاد اللون هذا. هادو كاينين كانوا دايرين شي 4 اورو لي دو 5 اورو، اي نورمالمون فيهم اون ريدكسيون.
غادي نشوف شحال الريدكسيون ولا تقطعات هذيك الوريقه. المهم ما خديتهمش ب 5 اورو البنات، يمكن كانت فيهم موان 50%. وبالاخر من كيابي واللي فريمون ما كانش غالي، ستريويل هكا في البلو مارين توبيه لور طيطم و لو او اون شوميز هكا اولا اون بلوز. هذه طاي عام، هذه عام كان 20 اورو وكان داير ليه موان 70%. ها نتوما ستريويل و لو او راه باقي شي بطبيعه الحال باقي ما مزبنش، الكاليتي ديالهم زوينه. اون بالاولا بيجاما ديال اشينيم عجبتني هذه في الزريرق وفيها هاد النقيطات كحلين، والستريويل ديالها عندهم في الالوان هادو كاينه في الخضر في الغوز اللون اللي بغيتو. هذه كانت دايره شي 6 اورو كالك اون سولد. ستريويل اخر من لاال هذا حتى هو كان موان 50%، كان داير 7.99 اورو، يعني خلصتو 3 اورو كالك. هذا سي في 6 mois فيه هكا دي لابان ومقطن. هاد لا روب من اشينيم عجبتني هكا تصو فيها دي بتي بوا هكا في لو بلون، عجبتني بزاف من 9 à 12 mois. زوينه البنات، كانت دايره 6 اورو اون بروموسيون. طوم اللي حمقني عند اشينيم ما كانوش فيه لي طاي بزاف، خديت 9 12 mois. هذا لو او لا شميز هكا فيها الوريدات و ليغينغ ديالها ستريويل. صراحه فن عجبني هذا لونسومبل هذا الغوز والبيض، وعندها نورمالمون البوندانا ديالها ما عرفتش فين هي. لي وحده اخر بحال الغوز اللي وريتكم، مي هذا سي دي 9 mois في سومون، هذا حتى هو كان موان 50% 3 اورو هذا في كيابي. هذه هي اللي كتمشي مع داك لونسومبل ديال ميني اللي وريتكم في الاول، عاد القيسو لتحت داير بحال هكا طريبيش لو بوني. بيجاما 6 mois كانت ب 3 اورو عند كيابي، سخيخنه وزوينه هكا في الكري كتفتح من اللور هكا. عندها هادو رجلين ملاصقين مع الشورت، كانوا في كيابي ب 1 اورو، وحده مكتوبه فيها ماي داد اي لوف يو جو تيم بابا، والثانيه جو تيم مامون نورمالمون في البيض. هكا ديروه معك سيوا مع ان شورت مع اي حاجه غيجي معها زوين، غير ب 1 اورو كانوا دايرين. هذا اونصومبل كنت شريته باقا ما عارفاش الجنس ديال الجنين، مشيت نتقدا في ليدل وكانوا جابوا لا كوليكسيون ديال ديزني كتعجبني، وكنا كنقولوا ربما ولد، وكنت خديت هذا فيه ميكي مي غادي نلبسوا ليها حيت في الاحمر، وهذا السريويل ديالو مي هذا راه ديال من 9 شهور ل 12 عام. دونك هادو كانوا دايرين لهم تخفيض ب 7 اورو عند ليدل، ميم با 7 اورو، انا باقا عاقله كنت تقديت وخديتها. دونك غنلبسها ليها كوميم واخا الموتيف نورمالمون ديال الوليدات. البنات سي اون جيكوتوز، باقا غادي نزيد وحده شويه سخيخنه. هادي خديتها من فيربودي من السولد، مكتوب فيها ليتل امور هكا فيها السلسله لتحت، لان في الماتيرنيتي الاغلبيه ما كيبغوش ياخذوا لي كوفرتور، كيقول لك البيبي يدار في لا جيكوتوز باش كيبقى سخون محافظ على حراره الجسم اللي كان متعود عليها. دونك لقيت هادي، باقي غادي ناخذ وحده اخرى باش نلقى باش نبدل. مارشي واحد النهار كنتقدا لقيت هاد لونسومبل هذا داير 10.99 اورو، وكانوا دايرين ليه موان 50%. فيه تقشرات في الغوز والستريويل ديال الجين الاستيك، وهاد لو او هذا راه ديال عام مي ماشي مشكل، ها هو غيبان لكم. فيها لا شميز ملاصقه مع هاد، عجبتني بزاف 5 اورو، ميم با 5 اورو، 4 اورو يكل عند انترمارشي. عييت بقاو ليا التقشرات والسبيبطات اللي خديت ولي موفل ولي بوني، غادي نحاول نوريكم الا ما قدرتش نكملها البنات، حيت عييت وما نقدرش نجلس هاد لا شومبر مرونه وظهري بدا كيحرقني. المهم غادي نوريكم داكشي اللي لقيت. هادي خديتها من لال، ميم با 4 اورو، نورمالمون كدير 9.99 اورو. فيها ميني، هادي لا طاي 19، يعني لي طاي صغارين غير بغيتو ديرو دي فوتو ايتو، راكم عارفين في الاول البيبي ما يحتاجش انه حتى لي شوسون كيبقاو يطيحو. دونك خديت شويه لي طاي اللي غتبدات هكا سورتو بوغ لي فوتو. دونك هادو سي دي شوسون هكا في الغوز. هادي خديتها من لال كذلك عند لو كليغ، كنت كنتقدا ودايرين موان 70%، نورمالمون كيدير 8 اورو، هذا خديتو يمكن ب 1 اورو كالك هكا في الغوز، وفيها هاد شنو هادي غزاله بومبي مكتوبه فيها. دونك سورتو بوغ لي فوتو هاد اللون كيعجبني. البنات حمقوني من عند اشينيم، شوفوا كيفاش دايرين في هاد اللوينات، يعني ديال البنيوتات، والكاليتي ديالهم بصراحه زوينه. هاد ديال اشينيم 18 19، ومن الداخل فيها الغوز تي كتشدني الحرقه غير الله يحفظها البنات. تقدر يلبسها وليد وبنيته. انا غوي كلك كانوا في لو كليغ، هما 7.95 اورو، وكانوا داير ليها موان 70%. قلت واخا غير تصاور سافولكو.
الانسامبل ديال لي موفل في الغوز سخينين و البوني ديالهم هكا عجبني سخانين البنات هادو حتى هما كانوا موان 70% في لو كلير خديتهم بان اورو اي كلك هادو من لو كلير لو بوني وهاد البافوار شوف ايه سي ان بافوار حيت فيها الطرطاقه هكا في الزرق و كما قلت لكم البوني حتى هما بان اورو اي كلك لي بوني في هاد الغوز هذا وهادي فيها دي بتي بوا هادو من H&M ما دايرينش الثمن مي انا عاقله يمكن شي 3 اورو ولا 4 اورو باقا غنزيد منهم يعني خديت كيابي الكاليتي ديالهم ما بيهاش صراحه زوينين وهاد اللو هذا كانوا دايرين ليه ريدكسيون 3 ديال لي بافوار هاد الرسوم هذا ديال نالا موان 50% نورمالمون كيديروا 7 اورو فيها ثلاثه ميم ستيل ميم كولور موان 50% كيديروا 8 اورو خلصتهم ب 4 اورو باقي غادي نزيد منهم هادو كيتحتاجوا سورتو لاليتمون لو كتبغيو تمسحوا البيبي اولا تفرشوا له شي حاجه دونك كاين هاد اللون هذا وهاد اللون ديال لا نيسونس هادو ما كانوش سولدي 3 اورو لي دو دونك خديت منهم دو لو عند كيابي راه سخانين انا بنتي ان شاء الله غتزاد في البرد دونك خديت هادو فيهم ثلاثه ديال اللوينات اللوينات هكا غيرلي خديت نفس لولو نو ماشي نفسو هذا فيه البيض هذا ما فيهش البيض المهم نفس سميتو 4 اورو لي 3 دونك خديتهم على جوج المرات خديت هاد لي بوني 4 اورو من عند كيابي في الغوز وحده فيها لي تي بوا هكا وحده غوز سامبل شريت طاي 19 كانوا سولدي موان 70% عند لا ال نورمالمون كيديروا 4.99 يعني خديتهم رخاصين كاينه 5 ديال لي سوكيت هاد البوندواس اولا البوندانا كانوا دايرين 50 60 سنتيم عند كيابي خديت الغوز وهاد اللون هذا وخديت في البيض ما عرفتش فين هي البنات المهم الا كان خصكم بحال هادو ديال لا نيسونس راهم كاينين اون بروموسيون عند كيابي صراحه فنين عجبوني هكا سورتو ملي كيكون الشعر باقي ما ناض وداكشي كيجيو البنيتات كيجيو حلوين حيت البيضه البنات راه غتبان لكم موان 70% هكا اي انصومبل درتو اولا ميم بيجاما كيجيو زوينين هكا في الراس مع الحوايج باقي غادي نشري حاجات اخرين خصوصا داكشي اللي طالب ليا في لا فاليز ديال لا ماتيرنيتي ان شاء الله غادي نشاركهم معكم كل مره نجيب حاجه نشاركها معكم مي هاد الفيديو خليتها غير الحويجات اللي عندي دابا ديجا باش هكا من بعد ما يجيوناش الفيديوهات طوالين غتسمحوا لي هاد الفيديو كوميم غادي يجي طويل وانا عارفاها كنتمنى انكم تستمتعوا ويعجبكم الذوق ديالي والناس اللي كيقلبوا على لي سولد راه كاين خذوا غير الوقت ديالكم وكما قلت لكم وكنعاود راني ما شريتش هادشي كلشي في دقه سينو راني غنخرج على البيجي نهائيا كنت مره ملي كنخرج نتقداو لهادي كتبان لي شي حاجه يعني بحال هكا راكم شفتوا الاثمنه الصراحه ملي كانوا كيوصلوني لي كولي كنتفاجئ ديجا من الكاليتي داكشي اللي شريت سوغ انترنيت اولا في المغازا ملي تلقى الحاجه موان 70% وغتحتاج واحد النهار كنهزها واخا عامل بنات ما عرفت انا هذا هو هذه هي لا لوجيك اللي عندي في راسي مي بون انسان كيفرح براسو كيفرح بالبيبي قبل ما يتزاد ان شاء الله يا ربي الله يجيبها على خير المهم غير اللي بغيت ناكد لكم خذوا الوقت ديالكم وما تبقاوش حتى الاخر حيت راه الصراحه 3 شهور الاخره التعب الناس كيقلال كيكونوا لي دولور بزاف ديال الحوايج لي سوفلومون ديما عيانة على والو واخا ما كندير حتى شي حاجه وكتحسوا بالقلب كيضرب مي راه غير باش ندير هاد الفيديو والله الا درت ان ايفور على البنات باش قديت شويه الحاله باش نبان لكم هكا ندوز لكم في الكاميرا وخذوا الوقت ديالكم وما تشريوش كلشي في دقه راه سي امبوسيبل بداو شويه لا شومبر شويه الحوايج ديال البيبي شويه المسائل ديال الرضاعه وثاني الترونسبور انا حتى الشهر الجاي غادي نشري لا بوسيت وداكشي كلشي ان شاء الله غنشاركو معكم ولكن عندي شرط واحد هي تشجعوني راه ملي تلقى التعاليق ديالكم وكنلقاكم مهتمين بالموضوع بطبيعه الحال كنتحفز راه واخا تكون فيا البنات نكون مره شاده الارض كنقول الناس راه كيتسناوني خصني زعما نبارطاجي معاهم راه كيتسناو لي نوفال وهذا دونك غير شجعوني وخليو ليا تعاليق وان شاء الله باقا نزيد معكم دوطخو فيديو الا بقيتو حتى لهنا راه الفيديو عجبتكم كنشكركم بزاف وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم